35 أسبوعاً والاحتجاجات ضد الانقلاب القضائي في إسرائيل مستمرة. هذا الأسبوع ركز منظمو الاحتجاجات على الإكراه الديني وفرض الأحزاب الدينية سيطرتها في كل المجالات القضائية والتربوية والمالية. أنا جار بريشون لציון, أنا نمتص פה בקפלן כל שבוע כבר קרוב ל-30 שבועות. אני נמצא פה כדי להילחם על הדמוקרטיה במדינת ישראל. אמנם מעולם לא הייתה פה דמוקרטיה מלאה ומושלמת, אבל מה שהולכים אליו עכשיו ומה שהממשלה מנסה להגיע אליו הוא פשוט לא דמוקרטיה בצורה מוחלטת. נוזמת התظاهره في ساحه كابلان وخرجت المسيره من ساحه هبيما كما في كل اسبوع. ورغم الاحتجاجات التي وقعت في جنوب تل أبيب بسبب احتجاجات طالبي اللجوء من إريتريا وفيها أصيب 170 متظاهراً واعتقل العشرات، أما في مدينة حيفا فقد شارك في الاحتجاجات 26 ألف متظاهر. I'm here to tell everyone how scared I am that Israel will come a dictatorship instead of democracy. I was born here, I love this country, and I'm really afraid that the changes they want to do will destroy the country. وأمام بيت الرئيس الإسرائيلي في مدينة القدس التظاهرة افتتحت بدقيقة صمت حداداً على ضحايا المجتمع العربي الذي فقد في مدينة كفر قرع وحدها 3 ضحايا في أقل من 24 ساعة في جرائم العنف. ويتأهب منظمو الاحتجاجات الأسبوع المقبل لعقد تظاهرات في الجنوب وفي الشمال استعداداً لاقتراب موعد نظر المحكمة العليا في الالتماسات ضد قانون حجة المعقولية.